للتعليق على هذا الموضوع معنا من لندن الكاتب الصحفي والناشط السعيد بن سديرة. مساء الخير أستاذ سعيد، أهلا بك. وزير الداخلية يتحدث بلغة ربما غريبة جدا عن تصريحات مسؤول سياسي، كيف استقبلتم تصريحات صلاح الدين دحمون؟ مرحبا، تحية طيبة لكل المشاهدين. بالفعل هي التصريحات يعني شاذة وشاذة جدا من وزير يفترض أن يكون وزير مؤدب، وزير مثقف، وزير يحترم نفسه أولا ثم يحترم الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين منذ 22 فبراير الماضي. هذا الخطاب تعودنا عليه من بعض المسؤولين على رأسهم قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، وهو الحاكم الفعلي في الجزائر. لكن الفريق أحمد قايد صالح كان يصف الذين يخرجون يوم الجمعة في الحراك الشعبي بالمغرر بهم، في بعض الأحيان يقول شرذمة، في بعض الأحيان يقول خونة عملاء، يعني مصطلحات قد نتقبلها من ضابط سامي جاهل، يعني لا يحمل من الشهادات إلا شهادة مجاهد، ونعترف أنه مجاهد لا يملك أي مؤهلات لا علمية ولا ثقافية تجعلنا نحاسبه وندينه عن كلماته. لكن أن تصدر هذه المصطلحات ويضيف عليها وزير الداخلية الذي هو يعني من خريجي الجامعات الجزائرية، له مستوى علمي وثقافي، يعني له خبرة في الإدارة، كان أمين عام، يعني هذه المصطلحات الغريبة الشاذة أن تصدر من وزير داخلية، هذا هو الأمر الذي لن يتقبله الشعب الجزائري. وأعتقد جازما أن هذه السقطة وهذه الزلة الشاذة والشاذة جدا لوزير الداخلية ستكلفه غاليا في الساعات القادمة. أعتقد أن إقالته أمام مكتب أو فوق مكتب رئيس الدولة، نعم، وسيتم محاسبته في الساعات قبل قليل القادمة. نعم، قبل قليل فقط سعيد بن سديرة، قبل قليل فقط تداولت وسائل إعلام جزائرية نبا استدعاء الوزير إلى رئاسة الجمهورية للنظر ربما توبيخه حول هذه التصريحات، لكن هل يمكن أن تصل حد الإقالة؟ بكل تأكيد إذا لم يتم إقالته رسميا ستتم إقالته شعبيا من خلال محاصرة وزارة الداخلية ومحاصرة قصر الحكومة. والمطلب الأساسي للشعب الجزائري الآن ليس فقط يعني مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بل إقالة وزير الداخلية فورا قبل 12 ديسمبر. يجب أن يتم معاقبة هذا الوزير الشاذ المثلي الذي يتكلم عن أشباهه، لأنه يقول الشواذ المثليين المخلدين نعرفهم، إذن هو منهم ويعرفهم، نحن لا نعرف هذا الشواذ، نحن نعرف الجزائريين الشرفاء الأحرار الذين يخرجون بالملايين كل جمعة. هو يعرف بعض الشواذ والمثليين، إذن هو منهم ويعرف أين يتواجدون، وهو حر في هذا المصطلح. نعم، ربما بالنظر إلى حدة هذا الكلام والخطاب، كيف تقيمون ربما تعامل الحكومة وتغير حتى خطاباتها منذ الأشهر الأولى للحراك، وهي آخر حكومة عينها بوتفليقة قبل استقالته؟ كما هو معروف حكومة بدوي هي استمرار لمنظومة حكم بوتفليقة، لم يتغير إلا بوتفليقة، هو الوحيد الذي انسحب رفقة بعض الوجوه المتواجدة حاليا بالسجن، لكن المنظومة والسياسة والبرنامج هو نفسه، وعلى رأسه قائد الأركان الذي كان يحمي منظومة بوتفليقة ويحمي شخص بوتفليقة طوال 20 سنة. لا تنسى أن قائد الأركان هو الذي أصر إصرارا على بوتفليقة أن يترشح للعهدة الرابعة، وهو الذي سانده ووقف معه للعهدة الخامسة، لكن تحت ضغط الشارع تراجع عن هذا المساندة وضحك بشخص عبد العزيز بوتفليقة وبعض الرموز معه، مثل شقيقه هو رئيس الحكومة ورئيس الوزراء. لكن المنظومة نفسها، لا ننسى أن الوزير الأول هو وزير الداخلية،
ووزير الداخلية الشاذ نعم. الحالي بن دحمون كان ولكن أمين عام نعم لكن مستوى الداخلية. الخطاب سعيد بن زديرة قبل أسبوع فقط ربما في رد وزير الاتصال على تحركات الاتحاد الأوروبي وبرلمان الأوروبي بعض العبارات يعني خروج عن النص وحتى بيان الخارجية تم الإشارة عليه على أنه بيان قوي وبمفردات خارج عن المألوف وتضاف إليه اليوم تصريحات دحمون ما الذي يؤشر ذلك؟ يؤشر إلى تخبط ومأزق تعيشه السلطة الحالية لأن أول تدخل خارجي في الشأن الجزائري جاء من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمام رئيس روسيا بوتين هو الذي طالب بوتين بالتدخل لصالح السلطة ضد الشعب الجزائري إذا أول تدخل طالب به هو رئيس الدولة المبعوث الخاص بقائد الأركان نائب وزير الدفاع ثم أن هذا الخطاب تخوين النشطاء في الخارج والتهديد بالتدخل الخارجي هذا نفس الخطاب الذي كان يتكلم عنه الوزير الأول أويحيى الموجود في السجن والذي كان يتكلم عنه سلال موجود في السجن والذي كان يتكلم عنه عمر غور رئيس حزب ووزير سابق والمتواجد في السجن والذي كانت تتكلم عنه رئيسة الحزب العمال لويزا حنور المتواجدة في السجن إذا نفس الخطاب تشتره السلطة أو ممثلي السلطة في كل مناسبة في كل انتخابات رئاسية أو برلمانية يأتي هذا الخطاب الآن الأسبوع الأخير الشعب. قبل الانتخابات سعيد بن زديرة كيف تتوقع أن يكون رد الحراك في ظل هذه الظروف؟ الحراك سيزيد المشكل أنه التصريحات الغبية الشاذة لبعض المسؤولين على رأس وزير الداخلية تزيد من احتقان الشعب وتزيد من سخط الشعب وتزيد من غضب الشعب مهما كانت النتائج الانتخابات الرئاسية يعني مخطط لها ومجهزة والرئيس القادم معروف لدى الشارع الجزائري من هو لكن الشارع الجزائري لن يقبل بهذه الانتخابات حتى وإن جرت سيستمر الحراك الشعبي إلى ما بعد 12 ديسمبر إلى ما بعد جانفي إلى ما بعد فيفري وسيستمر إلى غاية رحيل كل رموز منظومة حكم بوتفليقة وعلى رأسها قائد الأركان نائب وزير الدفاع القايد صالح لأن المشكل الداء والدواء بالنسبة للجزائريين هو القيادة العسكرية الفاسدة التي نعرفها ونعرف ملفاتها جيدا نعم سعيد بن زديرة الكاتب الصحفي والناشط السياسي كنت معنا من لندن عبر خدمة سكايب شكرا جزيلا لك